سلاحي يا قاتل يا مقتول اليوم. قناة الليبية مش هتاخدوها، قناة الشبابية، قناة الجماهيرية، طرابلس، ليبيا كلها مش هتاخدوها. كلنا هنا مسلحين، اللي ما عندهاش سلاح مستعد انه هو يكون ذرع من اجل انه يقوم بحماية زميله وزميلته في هذه القناة. كلنا مستعدين ان احنا نستشهد، احنا ندافع عن الله. الله النصوص القرآنية واضحة، الرسول عليه الصلاة والسلام في اقواله كان صريح وواضح. اي جهاد تتكلموا عليه؟ اما جهاد، الجيش الليبي يتردد الف مرة قبل ان يطلق طلقة، لانه ما يبيش يقتل اخوه الليبي. ولكن انت جايني مسلحك الناتو ومسلحاتك ايطاليا ومسلحات فرنسا وجايب معك الاباتشي وجايب معك طيران من فوق يقصف. تجورة اليوم كانت شبه الناس لا قدرت ترقد لا قدرت ترتاح من القصف. وين العرب؟ وين المسلمين؟